اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الكبار الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ كله تمام ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله كله تمام. الاستاذ محمد القوصي، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا يا كابتن، مشرفين ومنورين. نورك يا كابتن. استاذ عصام، خليني ابدا مع حضرتك تقييم بقى للاجواء المصاحبه لنهائي كاس مصر، هذه البطوله الكبيره والعريقه. طبعا الاراضي السعوديه اجواء الحقيقه كلنا سعداء بيها، اجواء كمان يعني لازم نشكر عليها المنظمين والاشقاء في المملكه. حقيقي ادونا يعني ما نستحقه بكل حب، وقالوا ان ده الكلاسيكو الاكبر والاهم تاريخيا، وقالوا كمان انه كاس مصر هي البطوله الاعرق عربيا وقاريا. مشكورين في حاله الحب واستنفار كل جهودهم الحقيقه لإخراج يعني نهائي، ده لازم نقول عليه نهائي القرن يعني، وكاس مصر بنهائي القرن المحلي يعني بين الأهلي والزمالك، وبالتالي أجواء أعتقد أنها احتفالية. يكفي أن يعلن يعني السيد تركي آل الشيخ أنه في وجود تنظيم من الشركة اللي هي ذات تذكرتي مؤسستنا الوطنية العظيمة، 1,200,000 دخلوا في دقائق الأولى قبل ما النظام يعني ينزل وابو داون تاني، ثم حتى ما كتبوا الخاص يجيله يعني 400,000 وحاجه دعوات من ناس محتاجه يعني مجاملات. يعني الحقيقه الاستعداد على قدم وساق، وكمان الزمالك وقد ذهب الى هناك، الاهلي يستعد في ساعاته الاخيره في القاهره يعني قبل الذهاب. لا، الكل شايف وحاسس ان هناك حيث يعني ما يسمى موسم الرياض، خط نهاية لموسم السنة دي يعني هيكون بطعم مختلف، هيكون بطعم في قوة ناعمة عربية باعتبار أن المنظم سعودي، وأن يعني فرساي الرهان مصريين، الكل كليلة عرب في عرب. يبقى بقى توفيق ربنا أن لاعبي الفريقين يقدموا وجبة تستحقها الكرة المصرية. حقيقي. أنا واثق أن ده بإذن الله من الناحية الفنية، اللاعبين من الناحية الفنية طبعا، والنتائج بقى تبقى يعني معلقة بالاجتهاد، والاجتهاد يعني ليس عيبا يعني. لا طبعا. لأنه في الآخر دي حاجة ملهاش دعوة بالاحتفاليات، ليها دعوة بحجم الجهد المبذول، وأتصور أنه في النادي الأهلي الكل كليلة يعني يلعب على أنه حتى مسألة اللي هو أحسن لاعب دي، علمت يعني بلغة الصحافة أن اللاعبين على الكابتن خالد بيبو الكل كليلة قال أنه لو قدر أنه يبقى أحسن لاعب فيكون فريق النادي الأهلي، ما يكونش لاعب يعني بعينه يعني. وده إحساس دائم يعني التواجد في صفوف الأحمر الأهلاوي. تبقى بقى دعواتنا أنه يوفق الناس اللي بذلوا كل هذا الجهد، واللي محدش بيصدق أنه لعب 27 ماتش بينما الآخرين لعبوا 14، وكأنه 27 ماتش دول ما كانوش في بطولات رسمية يعني، كانوا حاجات سرية. والدوري بس البطولة الرسمية. بالظبط يعني إيه، علشان بس للإنصاف كل هذا الجهد من كل القطاعات بدءا من مجلس إدارة حتى السفر للمناسبات يكون بالدور، وليس لا بأقدمية العضوية ولا حتى بنجومية النجوم ولا بأي شيء، بأنك ترسي في مؤسسة اسمها النادي الأهلي. أستاذ محمد، عايز أسأل حضرتك عن الانعكاس المنشود الحقيقة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الترويجية لمثل هذه المباراة، عن وانعكاسها داخل المملكة العربية السعودية وهنا في مصر خلال الفترة القادمة. طبعا الحقيقة ان احنا امام يعني نهائي استثنائي غير مسبوق، لم يكن بهذا الشكل استثنائي، لانه بره مصر لاول مره من سنه 1927، اول بطوله لكاس مصر كانت 27-28 كانت انطلقت لاول مره هذه البطوله تخرج، فده يبقى حدث استثنائي غير مسبوق، استثنائي في جوائز الماليه، لاول مره بنشوف جوائز ماليه بهذا القدر وهذا الحجم لنهائي كاس مصر، وده مردود اقتصادي عظيم سواء على الانديه انك انت بتلعب في بطوله مجموعة جوائزها لو فزت بالبطولة تقريبا يصل إلى $1,000,000، أعتقد رقم مهم جدا يدخل خزينة البطل، الوصيف تقريبا مش أقل من $500,000، جايزة كمان لأفضل لاعب، جايزة أفضل لاعب $50,000، جايزة للجمهور كمان، ده غير جوائز للجمهور اللي تصل لـ$60,000، عوائد اقتصادية عظيمة جدا على الأندية وعلى الجماهير بشكل غير مسبوق. الحدث نفسه في الملعب نفسه اللي قام فيه المباراه بشكل غير مختلف، البث التلفزيوني والنقل التلفزيوني ب 40 كاميرا مثلا يعني 40. احنا وكاننا 40 كاميرا وكاننا امام نهائي كاس عالم في الاهتمام وفي من قبل المنظمين الحقيقه، حاجه
محترمه جدا وحاجه قيمه جدا. نتمنى ان البطوله تخرج بالمستوى ده، يكون اللي جوه الملعب المحتوى بقى الاساس اللي احنا بنعمل عليه كل ده، احنا كلنا مستنيينه. ايوه انا عايزين الكواليتي اللي في الملعب ده ويكون ان شاء الله على نفس القدر، وانا بتوقع ان ده تكون مباراه كبيره جدا. دايما مباريات الاهلي والزمالك بغض النظر عن الفوارق اللي بتكون بين الفريقين قبل المباراه او وضعيه الفريقين في جدول الدوري اللي هم تقريبا المسابقه المحليه او اللي على المستوى الافريقي بشكل عام، يعني الاهلي والزمالك او كواليتي اللعيبه، دايما مباراه الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، مستوى خاص، لان انت عارف الاهلي والزمالك جزء من ثقافه الشعب المصري، جزء من نسيج الشعب المصري، جزء من الفلكلور دايما موجود، لا حديث يعلو على مباراه الاهلي والزمالك. حتى في الرياض يمكن تواصلي مع اخوه اشقاء صحفيين اعلاميين سعوديين هناك او مصريين مقيمين هناك، هناك اهتمام كبير جدا في الرياض لا يقل عن الاهتمام الموجود في مصر بهذه المباراه، يتسالون عن الاهلي وعن الزمالك وعن النجوم وعن الحاضر وعن الغاب، متابعه مهمه جدا ومتابعه قويه جدا. اعتقد ان هيكون نهائي استثنائي، نهائي مختلف، نتمنى ان شاء الله ان يخرج بشكل يليق بينا، شكل فني، بدني، اخلاقي، سلوكي، شكل جماهير في المدرجات. اعتقد ان لو عندنا مدرج يسع 200,000 اعتقد التذاكر برضو كانت هتنفذ في نفس الوقت. صحيح. فطبعا يعني فوائد كتيره جدا وقيم كبيره جدا وتجربه جديده جدا، اتمنى ان يعني يتحقق لها النجاح الكامل، وان شاء الله يتحقق لها النجاح يعني. استاذ عصام، منتجنا هو البطل طبعا، الاهلي والزمالك هم الابطال في هذه المنظومه الاستثماريه الرياضيه الكبيره طبعاً. في المملكه. المملكة بدأت خطوات واسعة خلال الفترة السابقة، ولكن كيف يستفيد الأهلي والزمالك وكيف تستفيد كرة القدم المصرية من اللي احنا بنشوفه في ظل ان انت البطل؟ يعني انت كل اللي بيحصل ده الله عليك، وانت صاحب النهى وانت صاحب المنتج ده اللي هو بدونك زي ما ساعات نقول على التحكيم مجازا، بدون حكم مفيش مباراة، انت بدون الأهلي لن تحدث كل هذه لن يحدث كل هذا الأمر، ولن يكون هناك تسويق، ولن يكون هناك منتج، ولن يكون هناك ترويج. لا. مش في السعوديه، من الطبيعي ان تجد، من الطبيعي ان تجد في اي مباراه النصر والهلال مثل هذه المباراة، ما هو ده ما هي هي، ولكن ان انت تجيب في ايوه لانه في عمق بقى، عمق تاريخي. أيوة. وده اللي كنا لما بنقول وبنسمح لبعض الزملاء من الصحفيين، بس الصحفيين اللي بجد العرب بيخف دمهم وكذا، انه يقول لا يا عم التاريخ ما بقاش عندنا، لانه هو راجل لطيف وكنا بنسمح له بده، لكن هو يقينا عارف ان القيمه التاريخيه بتبقى بابعاد، طالما الحاضر كمان عفوا لصالح هذا الوطن الكبير مصر في كل مناحي الحياة، لازم تستمر حالة الاستثمار. نستفيد ازاي بقى؟ عشان نستفيد لازم يطلقوا فكر استثماري زي ما قلنا على شركاتنا الوطنية، سواء في تطوير حجز التذاكر وشركة تذكرتي، أمن الملاعب وبقى فيه دراسات وشركتين ثلاثة، أيضا التصوير الجديد مع يعني الكانات التي خرجت وتلفزيونها أو قنواتها، لازم بقى اللي بيدير الكوره نفسه يبدا يستفيد، لان هو غالي الايد. الاهلي والزمالك لا يستطيعوا بيع حقوقهم بنفسهم، والاهلي تحديدا اللي دايما بياكل نتاج عرق يعني جبينه وما يقدمه نجومه ومفكرينه اللي هي المؤسسه حيث مجلس ادارته. وبالتالي هنا هنعرف كده سريعا على ما يسمى برابطه الانديه التي كادت ان تولد مع الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحة، والاستاذ ممدوح عباس. ومناسبة النهارده عيد ميلاد كابتن حسن حمدي، كل سنة وهو طيب. لسه هقول لك لازم نقول له كل سنة وهو طيب، مناسبة سعيدة جدا على كل ليه؟ لأن وقتها لو حضرتك فاكر كابتن والاستاذ أوسي أكيد كان متابع، إنه كانوا حاطين النواة عشان تأتي رابطة تعظم حجم الاستفادات وتطرح على الأندية أن تقدم ما لديها من أفكار. كيف يمكن أن يلعب نهائي مثلا مباراة على كأس مصر حتى لو لم يكن الأهلي والزمالك، لكن لما تيجي بقى على النادي الأهلي تحديدا لابد ليه أن يكون عنده ماتشات يمكنه فيها زي ما الأستاذ أوسي قال يفتح المدرجات لأعماقها. طب ده يحتاج إيه؟ يحتاج المسؤولين عن الرابطة يضعوا نظام زي ما الأهلي راح بورقة عمل، ومشكورين طبعا المسؤولين في الدولة وافقوا لما فتحوا له المدرجات على امتدادها في الموسم الأفريقي الماضي. لازم نحدث البنية التحتية دي علشان النادي الذي يأكل به ثمار ما يقدمه من منتج للاقتصاد المحلي، وده مش كلام إنشا، لازم نفتح له زاوية الكاميرا علشان يمد إيد إدارته مع إدارات الكرة المصرية نفسها اللي هو خمسة شارع الجبلاية وتشكيل الرابطة، ومن ثم يبدأ هذا الاقتصاد والصناعة اللي لما بنقول كده هنا دايما وحضرتك فاكر يفكرونا بالنظر،
لا احنا مش بننظر، هنقول الحقيقه، هذا هو المنتج حيث اشقاء لديهم مسوقون. يعني الاسبوع اللي جاي ده، لانه الحقيقه هذا السؤال انا وجهه نظري ان هو سؤال مهم جدا وقد يستغرق الحلقه كلها، يعني مش وقته النهارده، الاسبوع الجاي ان شاء الله نبقى نتكلم فيه. لانه هل بدات الانتخابات في اتحاد كره القدم او لا؟ بدات. طيب هل بدات الانتخابات في اتحاد كره القدم؟ يعني لسه لسه شويه، مش قوي. ايوه مش قوي يعني. ماشي. انا بس حبيت ان انا ايه يعني، لانه الاسبوع اللي جاي لازم هتكلم في هذا الامر، لانه ده موضوع مهم جدا، موضوع في منتهى 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 الخطوره. يعني وعندنا كل واحد فينا عنده كلام يعني مش قد كده، قد يعني نقول كلام في كتير، ولكن الحقيقه اهميه المباراه الاهلي والزمالك بتطغى على كل هذه الامور في خلال هذه في خلال هذه الفتره. استاذ محمد، التجربه السعوديه وما يحدث في السعوديه، ثم انتقال الشكل او الابطال نهائي ونهائي كاس مصر الى المملكه، هل انت شايف ان هذه الامور كلها قد تزيد وتدفع للاستثمار الرياضي اكتر في مصر خلال في داخل مصر بقى خلال الفتره القادمه؟ طبعا مهم جدا، مهم انك تستثمر العناصر اللي عندك، لانك انت عندك منتج مهم ومنتج قوي ومنتج محترم ومنتج ليه جماهير في اي مكان. اي مكان اهو ده يعني، بص ارقام يعني، يعني انت يعني المنتج ده في اي مكان في المنطقه اللي حواليك دي كلها تقدر المنتج بتاعك يتسوق ويكون ليه ال- 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 الزبون بتاعه ويكون ليه اللي عايز يتفرج عليه ويكون ليه اللي يعشق ان هو يكون موجود في الحدث ده ويكون متواجد. فعلينا ان احنا يعني ده هيرجعنا غصب عننا عن اتحاد الكوره اللي هيجي، اللي هو المفروض يعمل لك منظومه كرويه مناسبه ومحترمه تدير هذه المسابقه وتدير هذا الكم من اللاعبين ومن الاداريين وهذه اللعبه كلها بشكل جيد وشكل يناسب مصر ويليق بمصر، تبقى حاجه قيمه وحاجه عظيمه. فانت تقدر تسوق، تقدر تسوق للمنتج بتاعك، تقدر تقدمه بصوره شيك وصوره محترمه بعوده جماهير كامله لمدرجاتك، انتظام في جدول الدوري المسابقه بتاعتك بشكل قوي جدا، اهتمام بالمسابقه وتطويرها بشكل يليق بيها، الدخول فعلا انا من اكبر المؤيدين للموسم الاستثنائي عشان نقدر نمشي مع العالم. ما هو مش معقول يا كابتن ان احنا كل سنه نقعد نجري ورا العالم بثلاث شهور، لان العالم كله بقى مرتبط دلوقتي. احتمال السنه دي بثلاث شهور ونص مشكله اكتر. يعني الناس بتخلص في مايو، احنا بنخلص في 8 ونص. 8 ونص فعمليه صعبه جدا. العزة على رأيك الإسلام. فنتمنى ان ده ينظبط وده حد يحط نظام ويتفرد علشان المصلحه العامه، يعني محدش يعترض عليه. ياما اتكلمنا في هذا الامر، قلنا كيف لازم، كيف يمكن فرض، لا يمكن نخرج الفرض. ما هو انت هتفرض على 18 نادي ازاي؟ انا مش هفرض، بس ان المصلحه العامه بتقتضي ايه؟ تقتضي ان نخلص من الوضعيه اللي انا فيها دي يا كابتن. لان الوضعيه اللي فيها بقت رخمه جدا. انا مع حضرتك. وبقت بقت متعبه جدا وبقت مجهده جدا. يعني دلوقتي احنا مرتبطين بالعالم في اليوم العالمي للفيفا، مرتبطين في البطولات القاريه، مرتبطين في البطولات العالميه، مرتبطين في كاس العالم السنه الجايه، عندك كاس عالم انديه وكاس الامم الافريقيه شهر وشهر الاثنين، فانت مرتبط باحداث عالميه فلازم تمشي مع العالم خطوه خطوه. لكن احنا نمشي ورا العالم بثلاث شهور ونص، اعتقد ان ده امر لا يليق. عشان تستثمر اداره، ما بقول لك عشان تستثمر وتشتغل صح يبقى عندك اداره قويه واداره منظمه، وبلا اداره لن يكون هناك استثمار ولن يكون هناك افكار، لازم يكون عندك افكار خارج الصندوق وتقدر تعمل حاجات كبيره جدا. يعني ادي كاس مصر اللي بيطلع لاول مره من مصر جوايزه $1,000,000. تخيل ان كاس مصر من ساعه 28 لغايه دلوقتي جوايزه في مصر ما تعادلش 150,000 جنيه، مع ان دي ما تجيش مكافاه لاعب واحد في المباراه. هل ده يعقل؟ طب ما انا اعمل مباراه، ده انا لو عملتها هنا وسوقتها وجمهوري وبث تلفزيوني اقدر اعطي بال 20 و30 مليون جنيه. لابد يكون في تحركات حتى الدوري يا كابتن. يعني الدوري، ما هي الجائزه الماليه للدوري المصري؟ الجائزه الدوري ان هي بتهن لدوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، ايه الجائزه الماليه اللي انا باخدها بعد ما اخلص البطوله زي كل الدوريات اللي موجوده في العالم؟ لا توجد جائزه حتى الان للدوري المصري. فمحتاجين عشان نعمل استثمارات ناس تتحرك بشكل قوي، لان العالم بيتغير حوالينا بشكل سريع جدا، فلازم نطور من نفسنا بشكل اسرع. يعني هي الموضوع في الاداره هيحتاج ده ليه؟ لانه وانتوا بتتناقشوا قلتوا طب ومن الذي سيوافق؟ ما هو اللي مش هيوافق ده لانه هو عايش على الحته بتاعت يبيع لاعب بكام، وهو ما حدش ساله اصلا دخلت انت كام وجالك زبون يشتري ولا لا. الاهم هو ليه الكابتن حسام حسن طلب ايام زياده؟ لانه مش مقتنع ان كل المدربين لديهم في سيستم التدريب من الاخر كده، وانا مسؤول عن كلامي معد بدني وكذا وكذا وكذا، او بيقوموا بكشوفات دوريه. وبالتالي لو انت بقى في التراخيص الانديه في طور المدربين لما يروح يعمل دراسات ولازم تفرض سنويا دراسات،
كنت انت لازم تقول له 72 ساعة في الأجندة الدولية، 48 ساعة في الأجندة الأفريقية، مش عارف 14 ساعة في الأجندة الجزوية، تبدأ تحط النظام العالمي، مش نقعد عشان نفتكس نظام. تخيل انت هتلاقي ساعتها وقت تعمل دوري بأي نموذج يخرجك من موسم، ويكون بعدها الانطلاق نحو تقليل أول يعني اثنين من جدول البريمير عشان يقل شوية. انت ساعتها تخيل انت ان نهاية كأس مصر الموسم القادم يكون في قاهرة المعز، ويكون هيئة تنشيط السياحة، الفنادق، الكل كليلة من رجال أعمال وأصحاب المنتجات يعلنوا باكجات تتعمل، اللي عايز يجي 24 ساعة يجي، اللي عايز يجي 48 ساعة. تخيل انك لما تلاقي وقت فتعمل بطولة مصر والسعودية، كأس مصر والسعودية، وتلاقي بقى كبريات الأندية هنا وهنا، ثم واحدة زيها عربيا مع الأشقاء في الإمارات أو قطر أو 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 واتفر. تخيل الأوقات دي كيف ستستثمر، كيف ستعلن عن لاعبك وعن مدربك اللي ما بقاش بيروح الخليج كلهم حوالين تورتايا واحدة، لأن لا حد بيراجع رخصه ولا حد بيقول معاهم جديد ولا لا. ده قصة تانية. ما هو ده، ما هي ده بداية النظام. أنا مش قصدي أشخاصهم، أنا لسه كنت السؤال اللي جاي كنت هسألك أقول لك إيه. أقول لك إنه الاستثمار في العنصر البشري هو اللي وصل إن أنت الناس كلها عايزة تطلب أهلي وزمالك يلعبوا بره. أشكرك، هو ده. إذن طول ما ده واقف حجر عسرة، عشان كده فكرة إن إحنا نفتح ملف الانتخابات، إحنا مش هنسيب حد يجي تاني الانتخابات دي عشان يقول لنا إحنا الخمسة دول هيبقوا اتحاد الكورة. إيه؟ لا 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 لا، أنت جاي تعمل أنت وإيه هنا؟ انتوا معاكوا ورق ترجمتوه زي اتحادات الدنيا زي ما الاستاذ اوسي قال، انتوا هتمشوا على المنظومات العالميه، احنا ليه بنتخلف لورا؟ هو لازم تمشي على هو ما انا بقول لك لازم. كلام الاستاذ اوسي قاله هو كلام يعني رساله مهمه جدا لكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد. احنا فعلا متخلفين عن الركب بثلاث شهور ونص. احنا مش شايفينه يا كابتن، احنا بس ثلاث شهور ونص. انا بقول لك ان ثلاث شهور معنى كده ان في منظار او حاجه. مفيش، احنا مش شايفينه خالص، الا ربك بقى بيسترها انه عندنا النادي الاهلي ثم الزمالك وهكذا. كنت بتكلم مع احد المدربين الكبار والعظام في العالم يعني بالصدفه، المهم فبقول له احنا الدوري ومش الدوري يعني بحاول افهم منه هي ليه الامور هناك في اوروبا ماشيه بوتيره واحده وما بتتغيرش. يعني ما فيش مثلا ايه يعني انا بيقول لك السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها الدنيا ماشيه ازاي في كل الدوريات في اوروبا. مش مظبوط، ليها مواعيد يا كابتن، ليها مواعيد ولا كل حاجه. يعني بيقول لي ولا حاجه. احنا عشان كده انا حطيت السؤال ده، اشتغلنا على العنصر البشري بشكل كبير جدا عشان نقدر نوصل وعندنا اداره، كلام انت قلته بقى، اداره قادره على فرض ها الامور الخاصه بكل ال 18 ولا 20 ولا ال 16 نادي اللي موجودين، ان انا ازاي اكسب او اكسب الانديه دي. فالانديه معاك بالظبط، فالانديه معاك، انا بكسبك، فانا بوديك بلاعبك في الدوري الاوروبي فبكسبك، فبلاعبك في الدوري في دوري ابطال اوروبا فبكسبك فلوس. لا، والنظام عامل ايه بقى؟ ياخذ باول حاجه مراقبه اللعب المالي النظيف. لا دي بقى لو ما عندوش غير انه يسمع الكلام عشان اكسبك هيسمع الكلام صحيح، لكن لما تبقى بلا رقابه وتقول لي بقى ازاي، اقول لك ايه ما اعرفكش. هنا دي بقى دور مهم للي عايز يجي في انتخابات، وانا ابشرك في كتير هيحصل قبل الانتخابات المقبله، في برامج هتطرح مش عشان الناس تنزل بيها، لكن عشان ده النموذج اللي في الجمهوريه الجديده في مصر الجديده مع منتجنا اللي مشرفنا، واخر هذا التعاون المثمر بين مصر والسعوديه في مناحي كثيره، لكن اهمها قوتنا الناعمه. هتشوف كلام مختلف ومحدش هيروح الا ده. في واحد رئيس اتحاد الكره دلوقتي بيقولوا الانتخابات اللي جايه تعمل ايه؟ قال لهم ارشح فلان. ازاي يعني؟ يا عم قول احنا عندنا خطط هنكملها وبعد كده نيجي يجي يعني غريبه كده يعني ده كده على 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 الهامش يعني على هامش السيره على هامش السيره. طيب هنكمل كلامنا، ولكن بعد هذا الفاصل نرجع نتكلم مع الاستاذ عصام والاستاذ محمد الأوسي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جالي طلب الحقيقه الاستاذ عصام والاستاذ محمد الأوسي ان احنا نتكلم على التحكيم، فلازم الاول اسالكم السؤال ده مباشره. ايه رايك يا استاذ محمد في الحقيقه الملف ده؟ ملف مهم جدا وملف دايما بيتفتح في ماتشات الاهلي والزمالك. الحكم المصري ولا الحكم الاجنبي؟ بص سمير على طول في ثانيه اتحاد الكره الوحش الوحش الحكم المرعب، اقوى حكم في العالم. بص عضلاته عامله ازاي.
المهم يكون اقوى حكم في العالم في الملعب. لا في الملعب بيقول عليه طبقا للمعلومات اللي جاي عنه من البرازيل مميز جدا يعني وقوي. طيب قوي يعني. طيب يا مساعد والقوه تحمل الحق طبعا. اتحاد الكره مر بينا بمرحلتين بقى. المرحله الاولانيه هو المرحله العنطريه الاوليه، وهو ان اللي هيدير المباراه حكم مصري واتفقوا على كده، وكلموا الحكم المصري واتفقوا معاه، كان الكابتن محمد معروف وكل حاجه منتهيه، وتم الاختيار على الحكم والمساعدين والطاقم وطارق مجدي والفار وكل حاجه تمام يعني. ولكن بعد كده الفار لعب، مش الفار الثاني، الفار ده بقى الفار ده الفار الحقيقي بتاعنا، الفار بتاعنا لعب في اتحاد الكره وخافوا من حدوث ازمه، وفي الحاله دي تحصل موضوع كارثي كبير جدا وتحصل مشكله كبيره جدا يعني، قد يدفعوا هم ثمنها قبل اي حد. فقال لك نريح دماغنا ونجيب الحكم الاجنبي. انا شخصيا من مؤيد الحكم الاجنبي. ماتش الاهلي والزمالك تحديدا في ناس كتيره، ماتش الاهلي والزمالك تحديدا لما فيه من حساسيه ولما فيه من صعوبات ولما فيه من ضغوط كبيره جدا، الحكم الاجنبي. وهذا لا يقلل، يعمل بيه لحمايه الحكم المصري، وهذا لا يقلل من الحكم المصري يعني. احنا كنت هتحط يا معروف يا امين عمر والاثنين مرشحين لكاس العالم، ماذا لو احدهما اخطا في هذه المباراه وحصلت مشكله؟ انت بتدمره قبل ما يروح كاس العالم وبتاثر عليه حتى في تقييماته. لذلك كان التراجع في القرار شيء جيد يشكر عليه اتحاد الكره، لانه اراح واستراح، خصوصا ان اخوان الزكويه كانوا يعني يرفضون تماما الحكم المصري. خلاص هات حكم، ما كل ماتشات القمه بتلعب بحكم اجنبي، لان قرارات لا كرامه دايما. كان في قرار رئيس وزراء الاسبق دكتور جنجوري رحمه الله ان يزال ولم يلغى على فكره قانونيا يعني. واتمنى الا يلغى، لان هذه المباراه لها خصوصيه مهما كانت. لو بتلعب مباراه وديه اهلي وزمالك هتلاقي حكم اجنبي، وريح دماغك وريح نفسك وسيب الحكم المصري، حمايه الحكم المصري حافظها على الحكم المصري. دايما بتشكك في النهايه، في النوايا يعني، ممكن الحكم يقدم مباراه كويسه وغلطه قد كده تبوظ الدنيا، ممكن ياخد قرار صح ولا يقبل، لكن الحكم الاجنبي لو خد قرار غلط الناس هتبقى مبسوطه وتبقى زي الفل وما فيش اي مشكله جدا وعادي جدا يعني. صفر حكم خلاص. يبقى احنا ريحنا نفسنا، قرار سليم 100%، قرار محترم جدا. لو جبت حكم اجنبي من بلاد الواق واق وادار المباراه واقل من الحكام 100%، الناس هتقبل قراراته. فعلينا ان نلتزم وننضبط بالحكم الاجنبي اللي هو لا هتلتزم غصب عنك. معلش يا استاذ محمد، لانه بالمنظر اللي احنا شايفينه لا بالصوره اللي احنا هتهنى زميل تاني لازم هننضبط كلنا. لا لو بنضبط هو محدد بيقول لك هذا الحكم اللاعبون يخشون الاقتراب منه فان دام. انت يا استاذ اهو بص جاب سمير جاب لك كل الوان اسود ماشي ايش يعني. انت في ايه ده بس تتركش بقول لحد هاجي لك. استاذ عصام رايك في هذا الملف ايضا؟ ملف يعني حساس جدا، لانه بيقولوا لنا كلام غلط جدا. كل القمم في العالم قد تحتاج بنسب بتتعدي ال 70 و80% لحكام من خارج القطر ما فيهاش اي حاجه. هنا يقول لك معقوله وحكامنا يروحوا كاس العالم ازاي؟ يروح بالطياره يا عم، خصوصا الدربيات يا ريس. طبعا انا بتكلم على الدربيات، يروح كاس العالم ازاي؟ طب ما السعوديه بحكم ان احنا هنلعب هناك اهو ما شاء الله، بعد كل اللي عاملينه كورتهم ده بيجي له حكام اجانب، واكيد عندهم حكم او اثنين او طاقم كمان في كاس العالم. قطر التي نظمت وكان عندها 7 حكام ما شاء الله في 2022 ياتي في دربياتها حكام اجانب. انتوا بتقولوا لنا اي كلام ليه؟ اسبانيا اكم من مرات برشلونه والريال كان بتحكيم من خارج اسبانيا، ايه المشكله يعني؟ انت بتقول لنا اي كلام ليه؟ ثم يبقى المنتج بتاعك مهزوز كمان وتقعد تشيلنا احنا الهم ليه يا عم؟ ما تخليه هو يبقى حريص على ان هو يراجعك وانت كمان تعمل له ما هو الافضل علشان تخلق اصطاف من الحكام على راي الكابتن سمير عثمان الذين يحبوا المهنه ويحبوا العداله. ده انت قاضي، ده مش مصدقين يا جماعه ان هم قاضي بجد. الكره بقت فيها رزق وعرق وحاجات من هذا القبيل، فتحولت بالفعل الى قضاء واقف في الملاعب كما المحامي وكما القاضي الجالس على المنصه. وهو خطر جدا الموضوع. انت ليه بتقول لنا كده؟ يعني حضرتك مع الحكم الاجنبي مؤكد أوكي. اللي عايز بقى يتعلم من الحكم الاجنبي يورينا هيبقى اجنبي ازاي بجد والله. صح لا صح الراجل صح. يا عم الاجنبي اللي جايبينه ده عمال يتكلم وقال لك والله لو جاب حكم اجنبي انا قاعد. اول بس ما عرف ان ما لهاش حل وانه راس الذئب الضايع ما تنفعش قال لهم بس انا اي حاجه اهم حاجه ابقى انا مراقب المباراه بس، وذهب مع الريحه يروح يراقب المباراه وذهب ليراقب اخر حلقه. طيب اقول لك الراجل ده مصمم على حكام اجانب ليه؟ على حكام مصريين ليه؟ هذا الرجل شغلته الحرفيه بتاعته انه يروح في بلاد بتامل في ان بس عندها عقده الخواجه، مش الخواجه الاصلي زي الراجل كلاتنبرج للامانه عشان ندي له حقه. فهو شغلته ان لما يمشي من حته معاه الصور ان انا عملت اسلام وعصام وقوسي
فهو لازم يعمل كده، ما يروح يشتغل الشغلانه اللي بعدين ازاي، النصبايه اللي بعدين ازاي، ما هي كده. لازم الاهلي يقول لك شفته شفته شفته. انت عايز تقول لي هو اللي عمل الحكام دول، هو اللي خلى الناس بتاعتنا امين عمر؟ امين عمر باختيار حر خالص، ولا حد ولا هو حد يعرفه في الكاف بالمناسبه، بريرة بريرة ولا قولوا له الحقيقه ولا اي حاجه. بس ده السبب الرئيسي لحكايه الحكم المصري، وانا بقول لحضرتك معلومات انه ده استكمالا لالبوم اللي بينتقل بيه من بلد لبلد، اللي بيرى سمسرتها انه يقولوا له هنجيب لكم واحد يعمل لكم تحكيم ابن جنيه، جنيه مين يا عم تامر؟ بس طيب بكره ان شاء الله بعثه النادي الاهلي هتسافر الى السعوديه يا استاذ محمد، بعثه برئاسه الاستاذ محمد الضماطي، الامور ماشيه بشكل عادي جدا خلال هذا الاسبوع، ماتش راحه تمرين تمرين ثم سفر قبل المباراه بيوم زي المباراه السابقه، وبالتالي الامور ماشيه بشكلها الطبيعي والعادي. تمام. الاهلي بيستعد استعداد طبيعيه جدا والعاديه جدا، المباراه عاديه جدا على الرغم من ان هي طبعا لا معلش خلينا نقول ان هي مباراه مهمه وكل حاجه، ولكن لا شك لا شك ان هي مباراه مهمه جدا. يعني يعني لما دخلش الاهلي في معسكرات وقفل من بدري وبتاع، فقط المعسكر لما يبقى في السعوديه من بكره ان شاء الله هيسافروا وهيتم الاغلاق المعسكر المغلق على لعيبه النادي الاهلي يعني. لكن طبعا مباراه الاهلي والزمالك لها اهميتها، لها استعداداتها الخاصه طبعاً، لها قيمتها. هذه المباراه يعني بتختلف عن اي مباراه اخرى، يعني بيبقى لها يعني الفريقين بغض النظر عن اي حاجه، عن اسماء، عن مستوى، عن حاجه، بيبقى عند اللعيبه دوافع مختلفه. وطبعا حضرتك لعبت الماتشات ده يا كابتن اسلام، الدوافع بتختلف تماما في المباراه دي. خلي بالك انا الفتره اللي لعبت فيها كسبت كل الماتشات، ولكن كل ماتش كان بدافع مختلف، بدافع يعني لعيبه بتنزل بدوافع، لعيبه الزمالك بتنزل بدوافع، لكن الدوافع لوحدها لا تكفي. لا يمكن عشان عشان تكون عندك دوافع وعايز تحقق لازم يكون عندك قدرات بدنيه وقدرات فنيه وعندك لعيبه وكواليتي لعيبه عالي وكواليتي ومدرب بره شغال بشكل كويس جدا، بيستخدم الاوراق اللي عنده، هل بيستخدمها بشكل جيد ولا بيستخدمهاش، التغييرات اللي هيعملها، ادارته للمباراه، تطور المباراه. فالاهلي الحقيقه ماشي في طريقه بشكل قوي بشكل منظم، واعتقد ان مر بتجارب قبلها بشكل قوي جدا، بدايه من بعد العوده على طول ماتش بلوزداد اللي بدأ النادي الاهلي، وكان لسه كان بدايه بقى بعد 50 يوم من الابتعاد عن اللعب، وبعد كده مدياما وحققت فوز بالظبط، بعد كده لعبت 3 مباريات. فيعني ان شاء الله امل ان يكون الاهلي اكثر جاهزيه فنيا وبدنيا في هذه المباراه، ويقدر يحقق الهدف المطلوب، يقدر يحقق كاس مصر. اعتقد ان الامور بالنسبه له معظم لعيبته جاهزه بغض النظر عن الاصابات اللي حصلت في الفتره الاخيره، وابرزها طبعا الصفقه الجديده وسام، كنا نتمنى ان احنا نشوفه في المباراه، لكن الاهلي حتى الان لم يتاكد يعني لم يحسم الامر بشكل نهائي. خلي بالك بجد لكن ان شاء الله يعني كل اللعيبه بشكل عام جاهزه. يعني استاذ عصام هاخد بس من كلام استاذ محمد في كلام مهام، يعني بقالك بغض النظر، هل انت شايف ان الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي لن تؤثر ولو حتى بجزء طفيف على النادي الاهلي؟ لا يعني بره حتى مقوله الاهلي بمن حضر، الراجل واضح ان هو على مدار يعني عمله السابق كان رايح بحته زياده عدد كفاءه ال 20 لحاجه و20 لاعب، صحيح، وبالتالي يقدر يبقى عنده ثقته في الجميع. المنتج لانه هو مرتبه، مش عشان لو غبت للاصابه يا كابتن اسلام، عشان لو غبت لكثره المباريات، باعتبار الاهلي ما بيلعبش الا كل سنه مره تمام، فمش معقول كل 3 ايام هيلعب نفس اللعيبه 90 دقيقه 90 ماتش، مش معقول. فهو عامل على انه بيلعب مع الكبيره الاهلاوي، هيحتاج لاكثر من 11 طاقم بالتبديل والتوافيق مع العمود الفقري للفريق زي ما بيسموه يعني النجوم والمدربين، اللي هو بيبقى لازم تعمل ما يسمى تدوير، لانه في الاخر هذه ثقافه الكلاس ايه في كره القدم، والاهلي على راس المساله دي. لكن لمن لا يعرف زي ما حضرتك قلت، العمل يتواصل بدقه مع الرجل، قد يفقد ميزه نوعيه عند لاعب لديه القدره ان يعوضها مع الزميل الاخر من او النجم الاخر عبر تغييره هو لجزء تكتيكي، لكنه هو حابب طول الوقت يبقى عنده، عارف زي اللي عنده فلوس وايه وعايزها تزيد مش يصرف منها. صحيح. يعني بالصيغه دي، وبالتالي لا اظن ان التاثير يكون في غايه الصعوبه، والا لما لعب الزمالك بقى المباراه يعني كواليتي بكواليتي يصعب بفهم الامر ده. حتى الصفقات ال11 في 6 منهم مبعدين فنان، الصفقات الجديده يعني تمام، حتى نادي الزمالك يعني ممكن يكون السيد رئيس نادي كابتن حسين لبيب قال ان هم اضطروا لده ربما علشان يلحق بقيه الموسم، خشيه اللي هي بتاعت ابو طيب وباتشيكو حوالي 3 مليون الا، فقال لك لا نعمل ده الى ان نستعيد. فكره
فيها رؤيه ليهم هم كنادي الزمالك، لكن في الاخر طب ماذا يفعل بقى وهو ينقصه الكثير والكثير. اعتقد ان كولر وجهازه الفني قادر على ده. الحاله اللي بيتربى، مش هقول لك بقى روح فنان دي موجوده طول العمر، لكن الحاله التي يتربى عليها النجم في النادي الاهلي، الكل في واحد والواحد هو الكل، وبالتالي لا اعتقد ان هناك خشيه. عشان كده تلاقي دائما لما بتلاقي كولر يعني غضبان او حاسين انه ممكن يقول كلمتين اما يخرج بين شوطين او بعد مباراه، تحس انه عايز يقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني انتوا عندكم الافضل. يعني دايما بيبقى حواره عن الفريق اللي هو بيدربه النادي الاهلي انه لديه الافضل. عايز بس اقول حاجه مهمه كمان، انه الكاس نفسها دي معلش يعني، لان بسمع اصوات يقول لك ما يعملوا لنا كاس جديده، لا دي مش حاجات هنرميها، دي مش حاجات زي الأورنوس بتاع زمان. هذه الكأس لها صفة تاريخية، جثمان الكأس ده شكل. قول بقى يعالجوه بره، قول يرمموه، لكن ما اسمعش أصوات بتتكلم عن إنه ده لازم يتغير. إزاي يعني؟ هذه لا له قيمة أثرية. أنا أقصد طبعا طبعا أنا أقصد ممكن يتحط مثلا في الاتحاد ويبقى هو الـ الرمز او هو المثل. بس ما يبقاش الكلام عنه كده وبيتاخد من روحه. يعني كاس العالم الجديده لا ده فيه يعني متحولين كثيرون من نجوم الكره القدامى وبتاع، انا مستغرب والله. والله وبعض من الاعلام يعني يقول لك لا راجل وراسه بتقع وضهره بيتحل ومش عارف ايه. يا عم ده تعمل له صيغه ما عشان يظل، لان حتى الكاس الجديده كاس العالم او غيره اشتق من جري ميه القديم، وجري ميه محطوط ومتامن عليه بمئات الملايين. وده اللي انا بقوله يتحط في الاتحاد، لكن مش يبقى ايه يا راجل ده منظر ايه ده ايه ده 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 اللي كان محدش عنده زيه. ده الاساس يعني، يعني ده الفكره بدليل ان هو الناس بتعترض على ان انا حتى لما بقول يا اوسي انا بقول اهو، لكن ما يتقالش ده منظر. ده المنظر ده حبيبي ايامها الناس ما كانتش تعرف كوز الذره من الالف اللي انت بتعترض عليه النهارده. هو الفكره تطوير الكاس أيوة وتطوير شكلها نحن مع بالظبط، يعني ما حتى لو هي عمرها اكتر من 100 سنه في خزانه كده، هو ده يفضل نسخه، لانه ده ممكن يجي يوم من الايام يتعمل عليه مزاد ل يعني المصريين القادمين من بعيد، ويعمل بقى واحد من روح هذا أيوة. الكلام مفيش مشكله خالص، يبقى حاجه تناسب العصر. الكلام ما كانش على كده اوس، الكلام اللي انا قصدي ارد عليه يعني. كان كلام لا لا طبعا يعني اتريق انا فهمت يا استاذ اسامه صح. هو بيتكلم على التريق. لا طبعا يعني ما حدش يعني. بقول لك يقولوا نعالجه بره، قولوا راح الكابتن لاحق وقال لي ايه ما يتحط. طبعا يا سلام يا سلام بقيمته دي كمان، ويتحط كده يتحط دخل في دخله الاتحاد. شفت قد ايه، شفت قد ايه السيد سفير استقبل الكاس ووضعها في السفاره يا جماعه. هو ده هو ده هو ده قيمته التاريخيه اللي فانتوا بتتكلموا صح، مش لكن مش حكايه ايه ده ايه ده ايه يا عم. لا 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 طبعا ما هو ده ودرع الدوري دي حاجات تاريخيه وحاجات مهمه جدا. انا ممكن اطور في درع الدوري طبعا واحتفظ بقيمته التاريخيه في التطوير الجديد وكاس مصر نفس الحكايه في التطوير الجديد بكل تأكيد، بحيث ان انا اعالج الخلل اللي موجود فيه واضيف له حاجات جديده ثانيه تبقى مختلفه وتبقى مميزه. ما تخرجش مقابل ان فاتهم يعني اللي بيديروا الكره فاتهم يعملوا اللي حضرتك والكابتن بتقولوه ده، فتروح انت مهترئ على الموضوع نفسه. لا يا عم فكر تكسب زي ما الناس اتكلمت اهو عن التطوير. طيب استاذ اوسي مين اللي هيكسب الماتش ان شاء الله؟ وش كده على طول النادي الاهلي اتوقع اداء واتمناه. للنادي الاهلي لو بصيت لمستوى الفريقين قبل المباراه، الاهلي الافضل بدنيا، الاهلي الافضل فنيا، الاهلي الاكثر جاهزيه، الاهلي عنده دكه بره تقيله جدا، الدكه دي كلها دور كبير جدا في المباراه. الاهلي عنده تقريبا فرقتين يكاد يكونوا متقاربتين في المستوى يعني، وده نتيجه زي ما حضرتك قلت ثقه كولر في كل اللعيبه، وصل اللعيبه لهذا المستوى. صحيح. انك تقدر تلعب باي 11 في الملعب. صحيح احنا ضد فكره اللي هي التغييرات الكتيره في التشكيل، واتمنى التشكيل الاهلي يبقى ثابت على الاقل بنسبه مش اقل من 75%، ما يكونش فيه تغييرات بنسبه كبيره جدا. العظمه الرئيسي لكن العظمه الرئيسيه موجوده في النادي الاهلي، ودايما التشكيله الاساسيه اللي احنا هنشوفها في المباراه اعتقد الاهلي الاجهز والاقرب الى العوده بالكاس 39 ان شاء الله. استاذ عصام الاهلي مهيئ باذن الله طبعا للفوز، وفوز مطمئن وفوز مريح، والا يكون اللاعبون قصروا في حق جمهورهم وادارتهم، وده الاهم الحقيقه يعني. اذا رسائل اخيره بقى نقولها للاعبين وللجماهير اللي هتحضر المباراه والجماهير اللي هتتفرج على المباراه. الجماهير انت بتثق في النادي الاهلي وهتفضل ثقتك دي هي محل دائم لتفوق النادي الاهلي حقيقي. وبالتالي
الأهلي مش بس هو اللي عودك على الفرحة، لكن الكثير والكثير سيحدث مع ناديك النادي الأهلي وفريق الكرة بي وقطاع الكرة من تطوير بإذن الله تعالى. انتظر الكأس وقول لي بقى اللاعبين نفس الرسالة اللي أنهيت بيها بعد ما الأستاذ موسى قال أؤكدت على كلامه أنه هذه الكأس لا تخسر إلا بأقدامكم. صحيح. طبعا احنا المباراه خارج مصر بالنسبه للجماهير كما بنتوقع دايما الجماهير بيكون بره مصر اكثر انضباطا من عندنا، لان عندنا احيانا ما يكونش في لوائح كثيره جدا وقوانين اللي تطبق على الناس. فاعتقد ان الجمهور هيقدم صوره جميله وصوره محترمه، حتى هتلاقي الجمهور الزمالك بعض الجماهير متداخله وقاعدين مع بعض بادب واحترام وشياكه. الرساله للاعيبه المهمه جوه الملعب، نريد مباراه فنيه عاليه جدا، مباراه تليق بكره القدم المصريه، مباراه تعبر عن كره القدم المصريه، وقبل كره القدم الاخلاق والادبيات والسلوكيات بين اللعيبه. اتمنى وهذا الطرح طرح باكثر من حد واحنا بنعيد طرحه من جديد، ان يكون يعني لعيبه الاهلي وزيك وهي نازله حتى الملعب تقدم لنا الصوره دي. يعني نفسي ينزلوا مع بعض الملعب، ينزلوا بشكل شيك بشكل محترم، طول عمرهم زمايل وطول عمرهم اصدقاء. يعني الصوره العدائيه اللي بتتصدر الناس مش موجوده عند اللعيبه، يعني صحيح. يعني حتى هم في الملعب ويطلع بره الملعب اخوات واصدقاء، وفي لعيبه في الفرقتين بينهم علاقات قويه جدا. اتمنى ان احنا نشوف ده في الملعب، ادبيات واخلاقيات محترمه جدا الحقيقه، عشان تخرج مباراه تليق بمصر كرويا واخلاقيا. هو ده المهم، لانه في الاخر بعد كل ده اللعيبه تعمل كل ده وفي الاخر يفوز الاهلي او يفوز الاهلي عادي، يعني مش مشكله يفوز يعني. الاهلي او يفوز الاهلي يعني. اذا خلونا نختم بهذه الكلمه الرائعه الحقيقه للاستاذ عصام شلتوت، اذا يفوز الاهلي او يفوز الاهلي، كلنا ثقه في لعيبتنا، كلنا ثقه في جماهيرنا المحترمه الوفيه الحقيقه اللي دايما بتبقى مسانده للنادي الاهلي في كل مكان. شكرا جزيلا استاذ عصام. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا استاذ اوسي على وجودك معانا. شكرا. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة في البيت الكبير.